الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. حديث كتبنا عن أبي هريرة إن كان هذا سوء شكنا لقوري رضي الله إلى خالها النقض تعالى ربي قرأي عن أبي هريرة حديث قال أبو هريرة وحو يري قال رسول الله قال رسول كي وحو يري صلى الله عليه حديث الله بدي عليه رسول كوركي سيو وآله تكيف مي الرعي وسلم الله النبت قريو إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. حديث كان واحد دياب له مهما لوينه وحسكي هاي وعو فمسلم كا حلال عنين ونغضاء وعلاق ممارما حدادا حلال عنين لحم النبات بالحرام فنار أولى به إلي بكا كابعي حرام نكون بحي جنة متقاي جنة حرام متقاي هذه واحدة مدى اللبات دعواتك إلى توقي سعوية مال تفوقك كدافي ميز مركاتي لغن كاقو بحرام يا واحد عنتي يوحد حلتي يهو شاذو دن مركا حديثك كان وحديث يابل المام ايا افقا مؤمنك وحلالة وكسب كيسا وقوه بدباتين وصنلعين انو عناو مركا صدقنا طيب كايا نقونا ايا حكمتنا اللقاء اقبلا ان الله اله تعالى اللك رهاية طيب اللو نكسو ومنزه نسقاني دليل بطت من أسماء ديسة ذات ديسة أوساف ديسة أفعات ديسة سيدو ألو دنيه عين وهو نكسن طيب ويا الله سبحانه مرحط طيب يا أي وحن طيب يمحكم له الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كلك ولكن وإذلي يا أي وما أنا وإذلي إذا لا يقبل إبا أقبل ما يو إلا طيبا عمل صوبا او ايمان عسكن او اخلاص يطاع لما لوك تيماهان واحسد والصدوء الى اقبل ماي قتل قال انت وان الله اله امر وحفري المؤمنين تدكي حق الرمية الى وحفري بما وحي نفتيس وامر فري به ما قال المرسلين او رسوس النفط هذا مؤمنين وي. مؤمنين تنا مؤمنين وي. اذا انت عالين تا اسلام كي الشريعة واوسي من تاي وحي الرسوس الله فرى مؤمنين تلا فري رسوس وحى اللي يروح عن حلال عين حعوننا حدا دمينينا أفتينا أقلينينا مؤمنين تنصد وكلا اللي يري وإن الله إله أما روحوا فري المؤمنين انتي رميسة إله رعضي بما وحيوا أما رفري به ما قال المرسلين رسوس وحيوا فري يوم مؤمنين تنا فري رسوس محال اللي يري فقال تعالى خبي مركو رسوس الله لا يوحوا يري يا أيها الرسل وجمع رسول وحي لدينا يودن سدع بقرية سدعية تبون وعصات رسول بوتهين كلوا عنا من الطيبات وحد عنا إسان حلال النغض إسكيلا لي حرام يين ذي وسخين قلبك إذي كم ذوبين يركين يين قدر من إلبا حرام بيوصل إذي كم نحن وعن حلالين عنا طيب كل شيء يوى حلال وحين أدقى يب وسوقيسين يين ما طيب نمض أحباني أن سوقي عصر لغو ترين حلال النغض حلال وطيب شك استهدي اللو وناديو وبصلي أتون لغو جرجرو فركوه حرام ياي وخبيث كدبو عن خبيثك الحرام تايسك إلان تصوى عمتدي حق عملك وعملوا عمل فلا صالحا شيء ونادن ابتدائي وح بشر تخطيذيو جانكو إيها كوشا قين وحيق ألا كوشا قين وحي وحي الدين ألا كسقنا ذي كوشا قين لبدانا رسول الله فري يا أيها الرسل كوين حقه بلغت درايو كلوا عنا من
طيبات أشياء حلالة عنا وعملوا عمل فلا صالحا سيصوبوا كل مؤمنين تينا محلوي. وقال تعالى إلى وحو مؤمنين تي كيري يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرميو كلوا عنا من طيبات ما شيكي سواناكسا عنا أن رزقناكم إذن كل فيني وحلاشا عن مركو النبي عليه الصلاة والسلام أرنت أياب كلا نوشيكي من رسوس المؤمنين الإسرائيلي أبدي بل يجري حلال عنا نبي وحوت المامي من طاع عبادا ومرنا مكا هذا مرنا مدينة هذا وصفر عقا عندك إن زاهدا من ذا وريقا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يولا وريقا يا سفر باد لي فالكاسدو طاعة أبو سفر هاي إنهيسي وابساس من جيركي سيبوري حواس بافولي تبدك عمود بكرو تاقا يا لكن وحو عني إيا وحو قواف بالله وذي نركو قبع حرام مركز رسولك بعيد وعن صورة قرأي كيف أنه يستجاب له سيدا لو أجيبها يكاس إلى أمك لا يوكي سواسله صورة قل معه رسولك عليه الصلاة والسلام سعد بن أبي وقاص أو أبتقي سهري وي رسولك هو يدي بإل ما ذري وقفان جيل أصحابته ومركو الله كفتم لا يوحو رجلي هذا سعد خالي أبتقي سعد واكا فليرني أحدكم خاله أبتي سعد لمدى منك إلى سجوج كلك عشرة المباشرين تكملها سعد بن نبي الله يا رسول الله إن المستجاب الدعوة نغضى خبا ووحي إلى أن كبر يلاق بل إيدعي أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة حبا أريق بريئيك مباني حلال عم داورك لك أصبعي سعد بن أبي وقاص أطب مطعمك وعب عنيس حلال كذلك تكون مستجاب الدعوة سيدي مبان نغضي إذن هو عن حلاله أفقى مكارينين إشهدين ديك سعد بالله ياري جري هذه جري سعد وكاله قال ضم أنت وانا وضطا هبار ألا وجبي نكبالك اللي قال مرأة لمركة إشهد ديك سورة ديك ألا مولا يهد با جينان هبار وحضر ديك ألا مورك نمام موتي وروانا وضطا وانا قتب الروي ألا وجبي قربس أركض من نيد مستجاب أساس وكلا قال لي يري قال لنا هذا ما أنت هبار أنا كيف ما يهد ألا ونوجب إنك أنت كوبات نقدي إنك كوبات الجهاد كل إنتون نغضي قال دين والا جبيي إذن إن للدعاء جناحين تقمد إلا إن عوية ما ينتوغينو لبد بارو كدو شيء الله قتكت إلا ذا المعيين صدق المقال وأكل العلا وارتواحات شيئا يسارون عن نغضو وحتى بمصرين كل من أيدي وضل سلامة إله وكان الدعاطر كان إلما هداف كان أدبي هداف يو حسك أغبلا وحدة عادية دمت هذا إله ورصف تبين دابيها قدرين صدق المقال والحلالة وطوصان ورنة أنه دو واحد إله ويدين إيسو أدرك الأدقاء فظالمة ما ظلمي إلاك عنك وسيني صلباتنا وأكل الحلال لبدان إله إلهي أداد حلال عمتي كن شاكتي لبدان قاديش إله اللوغين صور النقرمي أدون لبدان صحينا إيسو دبي ثم ذكر خسولك وحو شاكي الرجل أنين تطير السفر سفر كدار في طاعة الله طاعي أبو صفر يا يوم واحدين هيا الدين آذى يا وحو آذى يا ما لم يشي خير لبوسها قولا تتكو والين هيا قولك السفر في سواتي ربدا يا هي في سبيل الله وفي طاعة الله يوكو صفر يا أشعث وابساتي إن مسافرة ونعدي سي جوغين ونقبي سنين وشان لي سنين تركي سيوان انت بصباك كعضي أشعث مد بساسا وجيرك يسين زود الزلاعي حتى ذيو أخبرا منها باس بضان وقال ما وتقولين مجوغو نلقو سهدا يمد بيديه يبديسي على عروض بوتاقا إلى السماء عركة وحولا يا رب يا رب وبريا يا انت مركو يهي ومطعمه وحوعني حراموي ومشربه وحوعبي حراموي وملبسه لركو حرتي حراموي وغضية وحساك اللغوه باللابي بالحرام فأنا سيديبا تشتجاب بريا اللوغة أقبلايا لهم متكا فأعاسف اللاغة إلا أن تدخلك أقبل بريا دوابا نوشيكي إنما يتقبل الله من المتقين تدك محرماتك إسكا إلالية كفرك شركك معسيادة حقدرة بانت تدك إسكا إلالية إلا وحكا أقبلا وفانتقه المحوح اللوغة أقبلايا إنما يتقبل الله من المتقين.